الأرض بالنسبة لنا إحنا كل شيء، يوم ما ننزل على الأرض حس ناقصنا شيء، حتى لو بدنا ننزل نتمشى ما نشتغل إلا ننزل على الأرض. اسمي رقية غزي، من قرية تحريتان، أرملة، عندي 4 بنات وجانا على الضاعة بال2020. صار في عنا صعوبات تأمين المازوت، تأمين المزورات، تأمين الشبكة. بعدين اجت منظمة أفسي دعمتنا الشبكة والمزورات، والحمد لله صار كبرنا المشروع وصار في مدخول إضافي. وبعدين كمان قدموا لنا مشروع جديد، صار في إنتاج بيض، صاروا أولادنا ياكلوا، حط لنا على السفرة مثلا بيض، نسلق لهم بيض، صارت يعني صار وضع أحسن الحمد لله. بعد ما استلمنا المواد كان يطلع الفريق لعنا ومعه الدكتور البيطري يفحص الدجاج، ومعه مهندس زراعي يشوف الخضرة، وهذا كتير ساعدنا عشان الإنتاج. وبعدين دعونا على تدريب مشاريع صغيرة، وكل حدا فينا قدم على مشروع اللي هو اللي قدر يشتغل فيه، اللي هو بيعرف فيه. وأنا كان اختياري إنه مشروع البقرة، إن شاء الله أستفيد وأقدر أزيد دخلي، صلي هي إنه معيشة لي ولبناتي.